الأرصاد، ومصرف يوم كاميرا مصرف يوم تجولت في شوارع القاهرة التي تشكو البرد عشان تشوف المصريين إزاي بيتعاملوا مع البرد. نشاهد. على الرغم من بدء فصل الشتاء في مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي منذ ما يقرب من 10 أيام، إلا أن البداية الحقيقية هذه الأيام والتي تشهد انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة، حيث وصلت درجات الحرارة العظمى اليوم في القاهرة إلى 16 درجة والصغرى إلى 8 درجات. هي موجة، طبعا موجة أوروبية شديدة شوية مش متعودين عليها يعني، فبنتقل فيها زيادة عن اللزوم وبنشرب سوائل سخنة دايما. المناخ في مصر اختلف، في الصيف بقى صيف شديد والشتاء بقى شتاء جديد. الجو السنة دي ساقعة قوي وغير أي شتاء، وحاجات كتيرة وعمالين نتقل ونلبس. للشتاء طقوسه الخاصة عند المصريين الذين يلجؤون إلى تناول الوجبات والمشروبات الساخنة باحثين عن الدفء. فصل الشتاء بنبدأ مثلا اللي هي المشروبات، مثلا الكاكاو، النسكافيه، السحلب، الحاجات اللي هي كلها اللي هي مثلا زي حلب، حاجات زي كده. فصل الشتاء طبعا معروف السحلب، الحلبة بلبن. في فصل الشتاء الناس بتطلب اليانسون، القرفة، السحلب، الشاي، المشاريب السخنة اللي بتبقى شغالة في فصل الشتاء طبيعي. كشر لنا الشتاء عن أنيابه، حيث أطل علينا إطلالة أوقفت الحياة في بعض المناطق وسط مناشدة المواطنين المسؤولين بعمل مخرات أو مصافية للمياه لكي لا تشل الأمطار حياتهم في الأيام المقبلة. عمرو موسى، قناة دريم. المشروبات الساخنة بتبرد قبل حتى الواحد ما يبدأ يشربها. على كل الأحوال المصريين لا زالوا يناضلوا من البرد، ويمكن تكون دي دعوة لتجديد دعوة اللي احنا قدمناها السنة اللي فاتت مشاركة مع كل زملائنا من البرامج التي تعمل في هذا المجال. تذكروا أنتم تبحثون عن الدفء، أن في ناس ليس لديها سقف يحميها من المطر ولا من البرد الشديد، وأن في ناس بتبحث عن مجرد غطاء. احنا بندعم كل الحملات اللي بتشارك في هذا الأمر. يمكن بنشارك حتى مع حملة مصر الخير، ونزلنا معهم كاميراتنا أثناء توزيعهم البطاطين، وبندعوكم للمشاركة سواء في هذه الحملة أو غيرها. اللي بتبحث عن الدفء في أيام شديدة البرودة، ادفع عن نفسك البرد وأنت تدفع.